السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام حياكم الله، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو التوضيحي الجديد إن شاء الله، اللي غنعطيو فيه واحد المعلومة مهمة ومهمة بزاف وكتخص لابوز أكثر. بالنسبة لابوز مثلا على سبيل المثال، ناخذ مثلا بحال هذا البيلاتينو، هذا ملي كتكون عندنا الكونتيتي وكنبغيو ناخذ هذا البيلاتينو هذا مثلا عندنا 200 متر ولا 300 متر، من الاحسن بازيو على نقطه لي مهمه بزاف، هو انها تكون من نفس الكونتينر، يعني هذاك الكونتينر اللي كيجي يعني ستكون حجره واحده. الا بغينا ناخذ مثلا داك الميتراج من نفس الكونتينر يعني ما غنلقاوش مشكل من ناحيه النيونس، غيكون واحد التقارب في النيونس وما غتكونش الحجره مختلفه على الكونتينر مثلا الاخر. يعني نقدر نشوفوا جوج كونتينرات والسلعه اللي كتكون مقطعه، خصوصا اللي كتكون جايه من برا كتكون مقطعه كونتونير، الاغلبيه كيكون لون واحد والكونتونير الاخر يقدر يكون بحاله يقدر يكون ديفيرون عليه. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه ان شاء الله ملي ناخذ السلعه ديالنا ونبغيو نبوزيوها مثلا على سبيل المثال، نجيو لهاد هاد 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 النوعيه مثلا ديال بيلاتينو، الا شدينا هاد الصندوق مثلا، هاد الصندوق هو فيه 104 البياسات، هاد الصندوق هذا ملي نكونوا نبوزيو ان شاء الله والخدام تيعطينا الكارو باش نبوزيوه، على الاقل نحاولوا نحطوه في الارضيه، ماشي نحطوا كل شيء وانما نحطوه نشوفوا اللون اللي غالب ولا اللي فيه اكثر نيونس اللي عاطي اللون مزيان ان شاء الله. من الاحسن نشوفوا يعني نحلوا بالصندوق بالصندوق، ما يمكنش المعلم نحلوا ليه الصناديق كاملين والخدام مره مره يمد ليه من هذا الصندوق ويعطيه من هذا الصندوق ويعطيه من هذا الصندوق، لا ديما بوزور من يبدا خدام يحاول انه يتبع الصندوق حتى يسالي، يشوف يحل واحد جوج صناديق ولا ثلاثه هما الاولين، يشوف على حساب لا سيرفاس اللي عنده. مثلا عنده 18 متر في الصندوق وعنده الكميه مثلا فيها 60 متر، يحاول يحل واحد ثلاثه صناديق ولا اربعه ويحل كل الصندوق يحط منه واحد اربعه كاروات ولا خمسه في الارضيه ويشوف واش كاين تقارب في النيونس. هذه النقطة الثانية، ومن يبدا خدام يحاول انه يكمل الصندوق بالصندوق، مثلا اربعة صنادق حطهم حيد منهم الكاروات، شافهم انه كاين تقارب في النيونس، اشنو غيدير؟ غيبدا بهذا الصندوق هذا، مثلا هذا الصندوق هذا هو، غيبدا به حتى يكملو، مني غيبان ليه شي حاجة مثلا مختلفة ولا شي حاجة اللي معيقة بزاف وفيها الطاش ولا فيها شي كحولية، يحيدها جانبا حتى يكمل الميم نيونس ولا نفس الفيناج، يبدا بهذاك الصندوق يكملو ويتحول للصندوق الاخر ويبدا هكذا دواليك حتى يكمل لابوز ديالو. غير للاشاره نعاود نذكر ان الكونتيتي اللي غياخذها يحاول ياخذها من كونتونير واحد، يعني حجره واحده، ويشوف الصنادق واش كيتشابهوا مع بعضياتهم ويشوف هذاك واش نفس الفورنيسور. والنقطه الثانيه انه من يبدا خدام يبوزي الخدام اللي كيعطيه الكارو يعني يتبع بالصندوق حتى يكمل ويرجع للصندوق الاخر. مثلا ملي غنجيو غنشوفوا مثلا هذا الصندوق هذا انه ديفيرون على هذا مثلا وديفيرون على هذا، كيبان لنا هذا ملي غنجبدوا منه شي كاروات انه كيشبه لهذا. شنو غنديروا ملي غنبداو خدامين في لابوز ان شاء الله؟ غنشدوا هذا حتى نكملوه عاد نتحولوا لهذا الصندوق الاخر. ما يمكنش مثلا نهزو هذا نهزو من هذا ونهزو من هذا ونهزو من هذا. شنو هي النتيجه الاخيره اللي غنحصلوا عليها الا بدينا كنهزو من الصندوق كاملين خطره واحده؟ هو انه غيجي انا هذاك الكارو في الارضيه مبرقع بحال قلتي، غيجينا النيونس مختلف بزاف. النقطه الثالثه والاخيره الاخوان هو انه السلعه ان شاء الله ملي غتبوزها كامله هذاك الشيء اللي غيشد الجناب، اما تقطع منه البلينتا اما يدار منه الرواكل، وقبل ما يدير البوزور الماستيك يحاول انه يخوي الماء ولو بواحد النسبه قليله ويجر الكراطه ديالو ويشوف الى بان ليه شي كاروه مختلفه في النيونس بالمقارنه مع المساحه كامله، يحاول انه يبدلها ومن بعد يجر الماستيك ديالو ويدوز 15 يوم ولا 12 يوم ولا 20 يوم ويحك المسائل ديالو. والله يسر الامور وتبارك الله عليكم، وانتظرونا في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.